معاكم مره ثانيه مع بقى الزيتون الاسود، وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بنجيب الزيتون زي ما اتفقنا، بعد كده بيتشق شقايه واحده بالسكين علشان يشرب الملح. بتعملي كالاتي: بتجيبي زيتون تحطيه اللي هو المشقوق، بس بتغسليه الاول بعد كده تشقيه، مش العكس، ما تشقيش وبعدين تغسلي، لان ميه الحنفيه حتى لو دخلت فيه هتريمه. خلاص بعمل كده اهو، ان انا بحط الزيتون بالشكل ده، وهاخد رق ملح واقوم حاطه كده في البرطمان بالشكل ده اهو، بعمل كده. ده الزيتون الاسود، هحط كده بالشكل ده واقوم حاطه تاني ملح. الملح ده بيعمل ايه بقى؟ بيمص المراره اللي فيه بتنزل، وبعد كده وكمان بيسويه، بس مش التسويه بتاعت الاكل، بيخلي عايزه اقول ايه اللحم بتاعه يستوي. خلاص هنكمل الكم ده كده كله على بعضيه اهو، بحط رق ملح ورق زيتون وبضغط بالشكل ده، وبسيبه لمده 10 ايام ما بجيش جنبه خالص. هبص الاقي البرطمان كل يوم بينزل نقطه ميه نقطه ميه من جوه من الزيتون، لحد ما تلاقي نصه كده بعد 10 ايام ابتدى يملا ميه غامقه اللي نازله من الزيتون. بتاخديه وتقومي شطفاه كويس جدا تحت الحنفيه، بعد كده بتجيبي حله ترفعيها على النار، والحله دي تحطي فيها ميه تغلي. اول ما الميه تغلي تاخدي الزيتونه السوداء اللي هي اللي اتشطفت وتقومي حطاه في قلب الحله اللي بتغلي. هتبصي تلاقي الميه بدات تبرد لان الزيتونه واخده درجه حراره الجو. اول ما الميه تبتدي تغلي وتلاقي الزيتونه هي بتغلي معاكي، تقومي طافيه النار على طول وتغطي عليه وتسيبيه لحد لما الميه تبرد خالص. بعد كده تحطي له الخل وتحطي له زيت الزيتون وتعبيه في البرطمانات بتاعتك النظيفه، وتاكلي منه بالالف هنا وشفا زي ما حضرتك عايزه. اهو بصي بعمل كده وبضغط، بحط ملح تاني اهو لحد لما الكم كله بيخلص. هو التكنيك بتاع الزيتون الاسود يعني سهل مش صعب، بس عايز شيء من التركيز. هي بس واضحه اهي، خلاص عامله رق ملح ورق زيتون، رق ملح ورق زيتون لحد 10 ايام، وبعد كده هفتح عليه وهوري لحضراتكم هنعمله مع بعض ازاي. هنسيبه جنبينا هنا يا شفيق، مش هنشيله، اوعى حد ياخد برطمان الزيتون عشان الساده المشاهدين هيشوفوا احنا هنكمل القصه دي ازاي. وهتقومي قافله عليه كويس قوي، مش عارفه البرطمان الغطا مش عايز يقفل، ممكن اقفله بايديا لانه بيتزحلق. يمكن ده مش غطاه. ايوه كده قفل اهو، وهنحطه هنا جنب اخواته. تعالوا نعمل الزيتون الاخضر. طيب هاجي هنا وهنجيب الزيتون برضو هنغسله ويبقى نضيفه زي الفل، وهنشقه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. خلاص باجي احطه في بوله اهو، وتعالوا نشوف هنكمل مع بعض وهنعمله ازاي. هاجي هنا واكون جايباله جزر مخرط بالشكل ده علشان دي الخلطه بتاعته، ادي الجزر، واجيب كمان جزر مبشور، يبقى مبشور ومخرط اهو. بتجيبي ليمون مخرط بالشكل ده بتحطيه عليه، هنحط كرفس، وحطينا احنا حطينا الثوم ولا لسه؟ لا حطينا الثوم. خلاص هاجي هنا هجيب ده كده هنا على جنب، وبعد كده هجيب فلفل حار. انا بس عايزه
اوري الكاميرا واضحه؟ حد بس يقول لي اه. اوكي، هتيجي بقى تاخدي من الفلفل الحار ده، بتاخدي بتقطعي بقى منه جميع المقاسات بالشكل ده كده، وبعدين ممكن تكبري شويه اهو. طبعا المقادير لازم هتتكتب لحضراتكم على الشاشه بتاعه الليمون والزيتون اهو. ادي الفلفل، يبقى احنا حطينا فلفل وحطينا ليمون، ومهم جدا تاخدي بالك من ايديكي انك لازم تبقي لابسه جوانتيات فوق بعضها كتير، علشان الفلفل بيخلي الايد نار، فلازم ناخد بالنا كويس جدا اهو. اشيل الكلام ده كده كله واقوم حطاه هنا. خلاص، تعالي بقى نعمل الميه بتاعه الزيتون. تعالي نشوف هنعملها ازاي. ادي بقلب الخلطه دي كده على بعضها، الجزر والليمون والزيتون والثوم. ناخد من هنا شويه ثوم كمان بالشكل ده، وبعد كده هجيب البرطمان، عايزه برضو اعليه علشان يوضح، نجيبه كده شويه، وهاخد من الزيتون ده وابتدي انزل في البرطمان بالشكل ده كده اهو، وبضغط كده. بعد ما عملت كده عندك بقى حاجة مهمة جدا، الليمون اللي بيتعصر بيطلع منه القشر ده، احنا بنغسل الليمون وبعد كده بنعصره، القشر ده ما يترميش. ليه؟ القشر ده اللي هغطي بيه الزيتون هنا من فوق، وبعد كده بحط كمان شوية زيت عشان يعمل لي فاصل للهواء علشان ما يخليش الزيتون يريم، فمهم جدا جدا ان احنا نحتفظ بيه لحد لما نخلص التخليل بتاعنا. توم اهو مخلل، انا كويس ان انا حطيت توم حلقات، هزود هنا توم بالشكل ده. وتعالي نعمل بقى الدريسنج بتاعه، تعالي نشوف هنعمله ازاي. هاجي هنا لبقيه الميه اللي هي باقيه من الخيار المخلل، تعالي نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هاجي هنا اخد ليمون، والليمون ما يتضربش في الخلاط، لان لو اتضرب في الخلاط اللي هيحصل ان الزيتون كله هيبقى مر. ليه؟ لان القشر بيبقى فيه زيت، والبذور كمان بيبقى فيها زيت مع ضربة الخلاط ده. هي حتى ما بنعمل احنا ليموناتة في قلب البيت وفي الخلاط عصير ليمون، وتيجي تضربيها بالقشر بتاعها بعد لو ما كانتش تتشرب في ساعتها، تبصي تلاقيها مررت جدا. خلاص، هاجي هنا واخد ملح، هاخد معلقتين، وممكن كمان اخد واحدة نص واحدة كمان بالشكل ده، وبتقلبي. ظبطت الميه، سيبك بقى من المقادير اللي بتتكتب على جميع الشاشات حتى عندي كمان، عشان تظبطيها بالظبط اما تيجي تدوقيها. عارفه لما تقولي الليمون والخل الاتنين مظبوطين زي بعض، ما تحسيش مزازه الخل عاليه ولا الليمون مثلا اقل ولا اعلى، تحسي ان الاتنين مظبوطين زي بعض. بالنسبه بقى للملح، ما تبقاش الحدوقيه الطبيعيه بتاعتنا، الملح بيبقى حادق اعلى 4 درجات. يعني لو انت بتاخدي الملح كده مظبوط، لا اكن 4 مرات تقولي ده حادق. ليه؟ علشان الزيتونه بتشرب والجزر بيشرب والفلفل الحار بيشرب، فالميه بتاعته تحسيها او دريسنج بلسانك. هعمل كده، دي بقى اللي هدوقها لكم. بسم الله، عايز ملح
دلوقتي طعم الخل اعلى من الليمون، الخل اعلى من الليمون. انا عايزه الليمون يبقوا هو والخل قد بعض اهو، هحط ليمون تاني. والملح مش واضح خالص، انا عايزاه 4 درجات عن الطبيعي، بحيث ان لما ادوق الميه اعمل كده اقول يا دي حادقه قوي، ميه حادقه قوي يعني مع كم الزيتون ده عبال ما يشرب يتظبط. هقلب بالشكل ده وهنرجع ندوق. شوفوا انا المعلقه اللي دقت بيها حطيتها هنا، ما احطهاش في بقي تاني ولا احطها هنا تاني، هي مره واحده بدوب كويس قوي. والمعلقه اللي بدوق بيها ما بحطهاش في الدريسنج تاني علشان ما تريمش اهو. هعمل كده وندوق تاني. بسم الله مظبوطة جدا جدا اهي كده، الملح والخل والليمون قد بعض، مفيش حاجة اعلى من حاجة. بصي بقى شايفة الماية لحد فين في الزيتون بالذات، شيل الغطا بقى كده علشان ايه ما يتزحلقش. بدوس كده، لا المية لسه ما طلعتش بتاعته لان الزيتون بيرمي مية. خلاص دوسي تاني لسه. شايفين كل ما بدوس كده المية بتعلى معايا اهي، كل ما بضغط المية بتعلى لفوق كده، ده معناه ان هو هيرمي مية. خلاص هاخد خلطة من هنا احطها كده، وبعدين هقوم جاية واخدة بقى الليمون ده قافلة بيه كده هنا. بصوا بصوا ما بدوس، شايفين المية بتنزل ازاي. انا عايزة احط بس هنا في بولة عشان مش بحب اوسخ حاجة، هحط كده. ناخد بالنا من التكنيك اللي انا هعمله ده. بصوا اول ما هدوس هتلاقوا المية طلعت فين، شايفين ده كده معناه ان انا لو سبته كده بالمنظر ده يوم وهبص الاقيه مغرق لي رخامة المطبخ. فتدوسي كده اهو، شايفة كل ده زيادة اهي، بعمل كده كده لحد لما ادوس كده ينزل معايا لتحت ما يتدلقش تاني، وبدوس بقوة. هاجي هنا واقوم جايبة فيه هنا زيت علشان نعمل الطبقة الفاصلة اللي هي ما تخليهوش يريم، وهقوم جاية عاملة كده وقافلة. طيب أنا دلوقتي عايزة هقفل ده كده واخد شوية مية من هنا واقوم دلق على البرطمان من بره علشان خاطر يتشطف ويبقى زي الفل، واقوم جايه واخده المنديل بالشكل ده مسحاه من بره مخلياه زي الفل علشان اروح احطه جنب اخواته. يفضل بقى لما تيجي تعمليه في قلب المطبخ تحطي تحتيه ورق علشان لو اي حاجه غصب عنك نزلت تنزل على الورق ما توسخش الرخامة اهو. خلاص تعالوا نشوف هنعمل الفلفل ازاي. ادي الفلفل، ولا نعمل الجزر الاول؟ نعمل الجزر الاول. ادي الجزر هتنزلي بيه كده، هحط له شويه من الثوم، وهاخد فلفل اكسر كده اهو، تاخدي بالك من عينيكي بالشكل ده. ممكن نحط شويه من العصفر بالشكل ده، وهاخد شويه من السكر، وبعدين هحط بقيه الجزر بالشكل الجميل ده، وهنحط قرنين فلفل تاني في الاخر بالشكل ده، وبعدين نظبط الميه بتاعت التخليل بتاعته اهو. انا اللي بالليمون دي هاخدها واعمل برطمان زيتون تاني. 3
خلاص، وهناخد خل اهو نحطه هنا بالشكل ده، وهجيب ملح اهو. احنا النهارده قلبينها تخليل اخر مزاج. ايه راي حضراتكم نقلب السوائل بتاعتنا دي؟ هنروح لفاصل صغير جدا ونرجع نكمل بقيه الليمون والفلفل. فاصل ونواصل، ابقوا معانا.